روح يلي فتحت المقطع، الله يفتح عليك بركات السماوات والأرض. روح يلي فتحت المقطع ونشرته، روح الله ينشر الخير قدامك وقدام عيونك وين متوجه، في مشارق الأرض ومغارب الأرض. روح يلي فتحت المقطع، الله يفتح لك الرزق وين متروح، الله يفتح لك أبواب الرحمة وين متروح. روح يلي فتحت المقطع ونشرته، الله يعطيك ليرضيك، الله يعطيك ليرضيك في مشارق الأرض ومغارب الأرض. روح يلي فتحت المقطع، الله يجعل قبرك روضة من رياض الجنة ونور ما بعد نور حتى قيام الساعة وأنت في القبر. روح يلي فتحت المقطع ونشرته، اليوم الاثنين ترفع الأعمال، الله يفتح لك بركات السماوات والأرض. روح يلي فتحت المقطع، الله يجعل الله جل جلاله ينادي جبريل ويقول إني أحب فلان في الأرض فأحبوه، وتكون أنت المحبوب عند الله جل جلاله. روح يلي فتحت المقطع ونشرته، روح الله ينشر لك الخير وين ما وجهت وجهك في مشارق الأرض ومغارب الأرض. روح يلي فتحت المقطع ونشرته، الله يجعل في قلبك نور وفي وجهك نور حتى قيام الساعة، لولد الولد حتى تقوم الساعة. روح يلي نشرت المقطع، الله يجعل وجهك نور على الصراط المستقيم. روح يلي نشرت المقطع، الله يجعلك تكون مع النبي على الحوض في جنة الفردوس الأعلى. روح يلي نشرت المقطع، الله يرحم والديك إن كانوا تحت الأرض، والله يغفر لهم إن كانوا فوق الأرض. روح يلي نشرت المقطع، الله يبعد عنك شر اللايذات، والله يكافيك شر بني آدم، والله يكافيك شر اللايذات، وكل واحد أراد لك كيد الله يجعل كيده في نحره لكل واحد نشر هذا المقطع لوجه الله تعالى. اليوم يا أخواني جيت أزور والدي، اليوم جيت أزور والدي، وحديث النبي لما يموت الواحد بظل وراه ولد صالح يدعي له. هاي أبوي الله يرحمه، أبوي إله ميت 3 شهور، الله يرحمك يا أبا. طبعا هذه مقبرة العائلة يا أخوان، هذا قبر البروفيسور، عمي البروفيسور قتلوه بفرنسا، وهذا قبر جدتي، وهذا قبر جدتي، وهذا قبر جدتي، وهذا قبر بنت أخوي، وهذا قبر عمتي، وهذا قبر جدتي. هذولا الله يرحمهم، هم اصلا مكيفين، هذول اللي ماتوا تفكرهم ان شاء الله هسه انت زعلان عليهم، بيقول يا حرام مات، يحرم جلدك عن عظمك يا حرام ليش؟ ولك راح عند ربنا، راح عند الرحمن الرحيم، راح عند الغفور، راح عند العفو، راح عند القادر. مش انت بدنيا قاعد بتفكر ومهموم، وكل طول الليل تفكر بالهم، وطول النهار تفكر بالهم، وتفكر بالدين، وتفكر كيف ترضي المرة، وتفكر كيف ترجع المرة حردانة، وتفكر كيف ترجع الولد، وتفكر كيف تطلعه من السجن، وتفكر كيف تسد الدين، وتفكر وتفكر. هذه حياة؟ هذه حياة؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الحقيقية أن تأخذ كتابك في يمينك وتدخل جنة عرضها السماوات والأرض. السعادة الحقيقية أن ترى الله جل جلاله، السعادة الحقيقية أن ترى الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. السعادة الحقيقية أن يخرج عليك الله وأنت في جنة عرضها السماوات والأرض، ويقول الله السلام عليكم لأهل الجنة، ويقول أهل الجنة اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه السعادة الحقيقية. أما هذه الدنيا عبارة عن دار امتحان لي ولك ولكل إنسان على هذه البسيطة. لماذا نتكبر ونتعالى ونتجبر ونتفاخر في الأموال وفي المناصب وفي القصور وفي السيارات، ونحن نعلم أننا سنغادر هذا الكوكب العظيم؟ لماذا تعمر لهذه الدنيا وأنت تعلم حق اليقين أنك ستغادر من هذا الكوكب العظيم؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ أنا أقول لك لماذا، لأن الله عز وجل أمرنا بعمار الأرض. اعمل لدنياك كأنك تعيش الدهر كله، وعمل لآخرتك كأنك تعيش هذه اللحظة. خلينا نعمل لآخرتنا كأنه بدنا نعيش هذه اللحظة. اليوم أنا وإنت إلي لسان، وإنت إلك لسان، وإلك عيون وإلي عيون، وإلك أذان وإلي أذان، نسمع ونبدل ونغير. لا يبدل الله ما بقوم حتى يبدلوا ما بأنفسهم. الله ما بيغير حالك لحال أفضل إلا أنت لما تتغير. لا يبدل الله ما بقوم حتى يبدلوا ما بأنفسهم. اليوم ولد صالح يدعي لابنه،
لا ابوه، ابوي مات الله يرحمه قبل 3 شهور. الله يرحمك يابا، يابا يا حبيبي الله يرحمك، والله يابا انك ارتحت والله، والبيت البناء الله يابا انك انت مرتاح. الله يرحمك يابا، الله يرحمك برحمته ويجعل قبرك روضه، روضه من رياض الجنه يا الله. الله يا ربي يطرح البركه في اولادك وفي بناتك بعد مماتك. روحوا الله الله يكسيكوا من كساء الجنه لكل من نشر هذه الحلقه. الله يكسيك من كساء الجنه وزورك بيت الله وانت عايش تحج وتعتمر لكل من نشر هذه الحلقه يا رب. كل من نشر هذه الحلقه حقق امنيته، اذا كان عنده امنيه يروح على مكه او يروح على العمره او على الحج، يا رب اطعموا اياها، يا رب اطعموا الحج والعمره لكل من شاف هذا المقطع في اي وقت وفي اي زمان، يا رب انك تدخل جنه عرضها السماوات والارض. اليوم يا اخوان، اليوم انا وانت، هاي والدي الله يرحمه، والدي توفى ب 19/3/2021، هاي قبر والدي. الان والدي شو بوريه؟ قبر والدي الان عليه تراب. كيف حالك يابا؟ الله يرحمك برحمته ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه يا والدي. والله يا والدي من يوم ما متت ما شفت الخير، لا من اخ ولا من عم ولا من خال. انت كنت السند، انت كنت الظهر يابا. والله يابا ما حدا بيسأل عني من اخواني غير ماهر ومحمود وامي بس، الباقيين يابا ما بيسألوا عني ولا دارين عني الا لمصلحة يابا. يابا لما كان معي مصاري كثير كانوا يسألوا عني ويجوني يابا ويطمنوا علي، لما نصب علي يابا ما حدا بيسأل عني. والله ما حدا بيسأل عني يابا، والله ما حدا بيسأل عني، والله ما حدا بيسأل عني. الله يرحمك يا انت الوحيد اللي كنت تتابع اخباري من بعيد لبعيد، انت الوحيد اللي كنت تحرص علي وتدعي لي بظهر الغيب. انا بعد ما ازورك الان اروح ازور امي، الله يرحمنا برحمته يابا. سامحني يابا انا مقصر، سامحني يابا لي اسبوعين ما جيت عليك على القبر، لكن والله تعبان يابا، والله مريض، والله درجه الحراره فوق راسي 40 يابا، وجيت ازورك وجيت اخلي كل اصحابي واصدقائي من كل انحاء العالم يترحموا عليه. امانه الله اترحموا على والدي، الله يرحمك يا والدي، الله يرحمك برحمته ويجعل مثواك الجنه. الله يرحمك يا والدي، الله يرحمك يا والدي، الله يرحمك، الله يرحمك ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه. انا نظرت نذر اني كل اسبوع أبث حلقة من عند والدي عشان أجيب له أكبر عدد ممكن من أمة محمد يدعو له، عشان أجيب له أكبر عدد ممكن من أمة محمد. يا ربي إني يكون واحد بس، واحد من أولادي يكون زيي بس أموت يترحم علي. يا رب إنك تخلي ولد من أولادي بس أكون أنا زي أنا مع أبويا يترحم علي بعد مماتي. انشروها يا أخوان الحلقة، انشروها. الدال على الخير كفاعله يا أخوان، الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. حبيبي ورسولي وشفيعي قال اذكروا هادم اللذات، اذكروا هادم اللذات كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة وكل ثانية. هادم اللذات، تعرفوا شو هادم اللذات؟ الموت. لماذا تتفاخر بقصرك؟ لماذا تتفاخر بسيارتك؟ لماذا تتفاخر بمنصبك وأنت تعلم أنك ستكون في هذا المنزل الضيق جداً؟ وإن كان عملك صالح سيكون هذا المنزل جنة وفتحة إلى السماء ترى فيها الجنة. هل هي الأرواح تعذب ولا الأجساد الذي تعذب؟ الجسد يبلى ويأكله التراب والدود، الذي تعذب الروح. الروح يا أخوان ما حدا بيعلم شو الروح، الروح ما حدا بيعرف شيء، لا علماء ولا حدا عرف شو الروح، لكن ربنا أنزل فيها قل الروح من أمر ربي، الروح من الله جل جلاله، لا يعلمها إلا الله. ممكن أنا وإنت الآن تطلع أرواحنا وإحنا على البث، والله والله إذا ما بخطر ببالك الموت كل يوم أنت مش بني آدم، أنت مش بني آدم. الله يوفقك يا أختي يا أم الأمير. امبارح طلب من الله، والله أرسل لي أختي أم الأمير قالت ابشر بعزك وأنا أختك بعهد الله. روحي يا أم الأمير، الله يفتح عليك بركات السماوات والأرض، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ويخلي لك أولادك وبنتك يتخرجوا بأحلى مناصب وبأحلى رتب يا رب.
راح ادعي دعوه امنوا عليها يا اخوان، بعون الله مستجابه يا اخوان. اليوم الاثنين ترفع الاعمال، اليوم الاثنين ترفع الاعمال، وبعد قليل ستؤذن صلاه الظهر، سيؤذن الان لصلاه الظهر يا اخوان. امنوا على هذه الدعوه بعون الله انها مستجابه يا رب يا حنان يا منان، انك تسد الدين عني وعن كل واحد مديون يا الله. تفتح علينا بركات السماوات والارض، انا وكل واحد مديون وما نموت وعلينا دين، لانه الدين كل شيء ربنا بيسامح فيه الا حقوق العباد. يا رب تفتح بركات السماوات والارض على كل من نشر هذه الدقيقه لوجه الله تعالى، لكل من ذكر اصحابه واصدقائه متابعينه في هادم اللذات. اعمل الخير ولو استصغرت يا بني، الدال على الخير كفاعله يا بني. رد على هاللحية الشايبة يا بني، لا تفكر غير كيف ترضي الله، لا تفكر في حدا ولا تخاف من حدا ولا تخجل من حدا وانت بتنشر عمل الخير. عمل الخير ما بده مشورة، عمل الخير الواحد بنشره، لانه ربنا شو قال في القرآن في اخر سورة في سورة البقرة، قالوا اطعنا. لما يقول لك قال الله قال الرسول، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا رب تغفر لي أنا وكل من نشر هذه الحلقة، وتبدل سيئاتنا حسنات، وتدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض يا رب. يا حنان يا ونان، يا رب يا حنان يا منان، تجعل هذا العمل في صحيفة أعمالي وصحيفة أعمال كل من نشره يا الله. يا رب تجعل هذا العمل يا الله خالص لوجهك يا الله، بدون رياء وبدون نفاق وبدون كذب يا الله، وبدون أي إشي من متاع الدنيا يا رب. الإيد اللي تتفاعل على هذه الحلقة يمسك الرمل في إيده يقلب ذهب، تطرح البركة في إيده شو ما يمسك، تطرح البركة في زوجته في والديه في أخوانه في بناته في أولاده يا الله. يا رب اللي ينشر هذه الحلقة أنك تستر عليه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا الله. يا رب أنك تستر على عرضه يا الله، يا رب أنك تستر على عرضه يا الله، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا الله. يا رب أن تحفظني أنا وكل من قال آمين. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ادعو لرفيقة دربي ورفيقة عمري، زوجتي الغالية الحبيبة، هي معي بالسيارة زوجتي أم صقر، 20 سنة أنا وياها مع بعض، زوجتي الحبيبة الغالية هي الوحيدة اللي عاشت معي في بؤرة المرض في الكورونا، ونامت جنب التخت معايا في نفس التخت، وما خافت من العدوى ولا خافت من الموت، قدمت روحها إلي. والله والله وتالله اللي بقولكم عليه يشهد الله علي إني صادق فيه، زوجتي ما خافت من الموت. أنا كنت ميت، معي كورونا من الدرجة الأولى، ومعي مشكلة في القلب والتهابات على الكبد، والدكتور قالها روحي، قالت بموت معاه، قال لها بتنعدي، قالت له لا مش مشكلة. يشهد الله نامت على نفس التخت وتاكل بنفس المعلقة وتشرب من نفس الكاسة، لكن الله حماها بدعوي، دعت لها قلت الله يحميك بحماه، الله يرضى عليكي، السماء والأرض ترضى عنك يا غاليتي يا حبيبتي يا مصقر، انت ما تركتيني وانت حبيبتي وعمري. لكن بعض النساء اللي تزوجتها كاهنة، لعنة الله، الواحد حرام يقول لا، ما بقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حبايبي أنا آسف، حرارة عالية فوق راسي، والنخلات ما شاء الله عليهن هن اللي جايبات لي شوية البراد، أعتذر منكم يا أخوان، بدي أروح أسلم على والدتي. والدتي هاي، هذا المسجد يا أخوان عن روح أبويا، هذا المسجد عن روح أبوي، حضار بيت أمي، حوالي 500 متر من هون. هذه المقبرة جدي تبرع فيها لوجه الله تعالى 10 دلوم، لوجه الله تعالى يندفن فيها مين ما يندفن. وهذا الزيتون وقف لله تعالى، تبرع فيه لله تعالى. سامحوني على الإطالة، سامحوني على الإطالة حبايبي، سامحوني على الإطالة، أعاني وأعانكم الله على نشر هذه الحلقة، أعاني وأعانكم الله على نشر هذه الدقائق. والله يا أخوان أجمل إشي إنك تذكر، الذاكرون يذكرهم الله، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنا وياك بنعمل إحسان، الله شو دي قابلنا،
وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. يا أخوان أي واحد بيسب علي لا تردوا عليه، مسامحوا دنيا وآخرة. تعرف ليش ده سامحه؟ لأن إذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل راح يصير خصم الله، راح يصير خصم الله وبجوز وقف حاله ومحتاله. لا بدعي له عشان الله يغفر له ويسامحه، أسأل الله أنه يهديه، أسأل الله أنه يصلح حاله. واحكي عني ما شئت يا بني، مسامحك على نياتكم ترزقون. أنا نضال أبو قمر، تركني على نيتي وخليك أنت على نيتك. تركني أنا نضال أبو قمر على نيتي وأنت خليك على نيتك. يا رب تعطيني على قد نيتي وترزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وتقدرني على سداد الدين. يا الله الدين هم لولد الولد. يا الله سامحوني على الإطالة حبايبي، سامحوني. أمانة الله عليك وتنشر هذه الحلقة لوجه الله تعالى. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا إحسان نعمله إلى الله الدال على الخير كفاعله. اعمل الخير ولو استصغرته، يجوز أن تكون هذه الدقائق هي سبب دخولك الجنة، يجوز نشر هذه الدقائق تكون فكت عنك عين أو حسد أو سحر. اعمل الخير ولو استصغرته. وقول يا رب، وقول يا رب، وقول يا رب. صلوا على الحبيب والشفيع وزيدوا النبي صلاة. كل واحد قال ادعي لي روح الله يوفقك، الله يعطيك كل ما تتمناه، كل ما بتتمناه الله يعطيك إياه. سامحوني يا أخوان، سامحوني على الإطالة، ولكن لو تعرفوا قديش درجة الحرارة فوق راسي بتقولوا كيف متحمل. يا هلا، حي الله حي الله، الله يوفقك، الله يرزقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب عفوك، اللهم عافينا حر نار جهنم. يا الله اللهم عافينا حر نار جهنم. يا الله اللهم عافينا حر نار جهنم. يا الله.